فيديو اليوم عن السكة البلوم يلي هي السحب البطيء. طبعا في منها كتير انواع السكة البلوم، تمام، بس هي بيجي مع جناب معدن، وطبعا نقدر نتحكم نحن بالارتفاع تبعه والقياسات كلها كاملة، حتى ارتفاع الدرج فينا نتحكم فيه مع الاضافات اللي الها، هن البواري هدلون اللي شايفينهم قدامكم. انا هون عملت لها مجسم، تمام، يعني نموذج عن الشغل او نموذج عن علبة الدروج اللي انا مساوية بالاساس. هلا لنفترض هذا الخشب الابيض اللي شايفينه قدامكم هذا جنب الدرج. طبعا هاي القطعة الثانية تبع السكة هي بتركب على الجنب، على جنب العلبة تبع الدروج مثل ما شايفينه هون قدامكم. هاي القطعة المعدن البيضاء هي الدرج، هو نفسه الدرج، تمام، وهي القطعة القدامانية هي بتركب على واجهة الدرج. طبعا اغلب الناس بتلاقي لبكة شوي بفكة هاي القطعة، يعني سحبة مع الواجهة، طبعا بتبين معاكم وبتوضح هلا بالفيديو كله كامل. هو عبارة عن مسنن صغير على شكل مفك مصالب، اذا نزل فيه فرد او مفك نقدر نطلع هاي القطعة. هاي القطعة بتركب على واجهة الدرج، طبعا انا رح اوضح لكم اياها اكتر من هيك بكمالة الفيديو، انتو خليكم بالفيديو الاخير لتستفيدوا من هالفيديو هذا. وتركيبه كتير سهل، يعني ضمن الجنب هذا تبع الدرج، برجع بقولكم هذا جنب الدرج معدن، فينا بنتحكم حتى بالارتفاع تبعه. رح ارجع اركب هاي القطعة، تمام، هاي القطعة السكة الاساسية يلي هي مثلا لنفترض على علبة الدروج. طبعا مثل ما قلت لكم هلا رح انتقل لموضوع علبة الدروج كلها كاملة ووضح لكم الفكرة اكتر من هيك. طبعا طريقة سحب الدرج بهي السكة كتير سهل، مجرد ما رفعت الدرج لفوق بينسحب معي بكل سهولة، يعني ماله ملاقط من تحت مثل غير سكك، في سكك الى ملاقط، مجرد ما شديت ملقطين بقدر بسحب الدرج. هاي مجرد ما رفعته لقدام الدرج بينسحب معي بكل سهولة. بضل القطعة الثانية راكبة على الجنب مثل ما شايفينها هون، وتركيبها كتير سهل. حطيت الدرج على السكة اللي راكبة على الجنب، اخذت مركزها مباشرة دغري. ملاحظين هون حتى يعني تسكيرته بطيئة. نحن هون بتركيا بنقول له هودروليك. هلا هون هي علبة الدروج، هي علبة دروج مطبخ. طبعا قبل ما اسلمها للزبون حبيت ساوي هذا الفيديو. انا انتبهتوا، سحبت الدرج لقدام، رفعته شوي لفوق، طلع الدرج كله عن السكة، السكة ضلت على الجناب وطلع الدرج هيك. من تحت اذا ملاحظين مجبور انه حط له سفل سمك 16 ميلي. كمان رح اوضح لكم هاي الشغلة اكتر من هيك. فكيت انا هذا الجنب، تمام، هاي القناة اللي شايفينها هون قدامكم، تمام، هاي بينزل عليها 16 ميلي اللي هو سفل الدرج، وبينشد براغي من تحت عليه. هاي الصدارية تبع الدرج، كمان قطعة خشب تنحط، القياس اللي بدنا اياه الارتفاع، تمام. انتو هلا حتلاحظوا بالدرج الاخير قديش انا محدد الارتفاع تبعه. نرجع لموضوع الدرج هون مرة تانية. الدرج مثل ما قلت لكم هذا، هي الصدارية تبعيته شديناها ببرغيين من ورا. طبعا فينا مساوية عالية وفينا مساوية بهالارتفاع هذا. السفل اهم شي بده يكون 16 ميلي، 16، ممكن مثلا اذا ما في 16 ميلي 8 ميلي، بس بده يشد برغي عليه لحتى يمسكه لهذا السفل. الواجهة طبعا واجهة اساسية، اللون اللي بدنا اياه منركب عليها. مثلا هدول الواجهات تبعوت الدرج بني فاتح، نحن اللون يلي بدنا اياه منركبه على الواجهة. ولو انه مسكرين السكك لجوا، مجرد ما نزل الدرج بمكانه على السكك، تمام، اخذ مركزه دغري مباشرة، يعني صار فتحه وتسكيره
لقط على بعض كله كامل، هن عبارة عن ملاقط كلها بتشد على بعض، يعني تركيبه كتير سهل وفكه كتير سهل. هون لاحظوا رح فك لكم الواجهة، برجع وبقلكم انه هو مثل برغي صغير، مو برغي، هو طبعا مثل علام اشارة زائد او مصالبة، مجرد ما حطيت فيه المفك اخذت المفك يمين او شمال بتطلع معي الواجهة مباشرة، واجهة الدرج. هل هيك ملاحظين؟ حتى رح بالفيديو رح اوضح لكم عن هاي المكان اللي بينزل فيه المفك. شايفين هاي قطعة الحديد؟ تمام، القطعة هاي انا ركبتها على واجهة الدرج مثل ما شايفين، اخذت الابعاد تبعها بحيث تنزل الواجهة كلها نظام، الارتفاع تمام والعرض، شديتها براغي. هي نفسها اذا نزلتها انا بتنزل لحالها، عبارة عن ملاقط يعني. يعني اذا حطيتها مثل ما ملاحظين هون، حطيتها حطط وكبستها كبسة صغيرة، خلص بتنزل مكانها مباشرة. هون رجعت لكم على الدرج تمام، على النموذج اللي انا ساويته. الفرد المدقب الشارز تمام، اللي هو مدقب البطارية، حطيته انا العلام هذا الصغير. راح اوضح لكم الصورة اكتر من هيك، لحتى طلعت معي هاي القطعة اللي مركبة على واجهة الدرج. يعني مجرد ما طلعت هاي القطعة اللي مركبة على واجهة الدرج كأنه طلعت الواجهة كلها مباشرة تبع الدرج. رح فك الجنب كله هلأ، شايفين سحبة لفوق بيطلع من مركزه كله كامل. لاحظوا وينها هدلون، في براغي يمين وشمال اذا منتبهين، هدلون للعيار، وهذا البرغي اللي بيحط فيه هلا المدق، بدي احط فيه المدقب، هذا البرغي هو اللي بفك هاي القطعة تمام. مجرد ما حطيت مفك او فرد بطارية حركته يمين او شمال دغري بتطلع هاي القطعة يلي هي بالواجهة، يلي هي مربوطة مع واجهة الدرج. حتى تركيبه هون مثل ما قلت لكم كتير سهل، مجرد ما حطيت الجنب على السكة نزل كله الدرج كله كامل. هذا غطا طبعا بنحط له. نرجع لموضوع لعلبة الدروج، شايفين هذا الدرج التحتاني، هذا عرضته انا بالارتفاع. طبعا هيك الاساس تبعوت دروج المطبخ، دروج المطبخ بالدروج بيحطوا مثلا اناني، بيحطوا علب بهارات عالية كارتفاع يعني، عشان ما تقلو يمين وشمال. في له هي القطع الاكسسوارات اللي زيادة، انا ممكن اشتريه وممكن لا تمام. في سكك بتيجي معها قطع الاكسسوارات، في سكك لا، وفي سكك بقدر بركبها لقطعة الاكسسوارات اللي هي هذا البوري تمام. هذا البوري زاد من ارتفاع الدرج لفوق، كمان تركيبه كتير كتير سهل لدرجة يعني. اذا منتبهين صدارية الدرج انا رفعتها، اول درج من فوق الصدارية تبعيته على ارتفاع الجنب تقريبا 9 سنتي، بينما هاد زدت بالارتفاع تبعه ساويته تقريبا 18 سنتي، ونضاف له هاي البورية بشان اذا نحط اي غرض ما يقلب يمين او شمال. كمان تركيبة كتير هاي البورية الصغيرة، سهل كتير. يعني خلاصة الحديث انه هو الدرج لحاله بيقلك ركبني، يعني مثلا طريقة تركيبه كتير سهلة، مجرد ما جبته وفكيت قطعه تمام توضح معك الفكرة. يعني انا حبيت ساوي هذا الفيديو لحتى توضح الفكرة اكتر للعالم، لانه عم تلاقي لبكة العالم بموضوع تركيب السكك البلوم هتلونة اللي هي بالجناب الجاهزة، يعني الجناب المعدن اللي هي بتيجي جاهزة، شايفين؟ يعني الطريقة كتير بسيطة وسهلة. وقديش انا ساويت الصدارية، قديش ساويت ارتفاعها تمام.
مع البوري كله جاهز. حتى حددت الارتفاع هون كله كامل. يعني برجع وبقلكن حتى تركيب الدرج كتير سهل، ان كانوا السكك مسحوبين لقدام او جوا بقلب العلبة، بحط حطط الدرج وبينزل بمركزه مباشرة. يعني شايفين صدارية هذا الدرج، يعني واطي كتير ارتفاع. طبعا هون بنرجع لموضوع الدرج بالأبعاد تبعيته. تمام، طبعا إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفيديو هذا، وإذا في شي بالتعليقات تمام رجاء تخبروني عليه. يعني اي شيء بدكم تستفسروا عليه بالتعليقات خبروني عليه. طبعا هذا، هاي المساحة من برا لبرا 47، من جوا لجوا ناقص 18 ميلي ب 18، يعني ناقص 3.6. تارك له انا سنتي بسنتي بس لسكة الدرج، سنتي واحد طبعا وزيادة عليه. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.